once again, everybody, welcome to the... مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة النقاشية الأخيرة في هذا المنتدى. وأود أن أدعو السادة أعضاء هذه الجلسة النقاشية، وأولهم السيد مدير مؤسسة الأهلي. شكرا جزيلا ومرحبا بكم لوجوده معنا، ويسرنا أن نستقبل الضيوف الكرام، ويسرنا أن نعمل معكم ولهذا الدعم الكبير الذي تقدمونه لألف على مدى 4.5 سنوات و6 سنوات لألف. أود أن أشكر الجميع لحضورهم في هذه الجلسة النقاشية الختامية. قبل تقديم التوصيات الختامية، وأود أن أعبر لكم عن أنني أمس ألقيت كلمة أمس في الصباح ورحبت بكم، واليوم أنا سعيد جدا بكل ما قدمناه جميعا، وسعيد جدا كذلك بهذا الجو الذي يسود هذا المنتدى وما أبداه أعضاء أسرة مؤسسة ألف من تعاون، وأشكركم شكرا جزيلا لهذه الروح الطيبة التي تسود بيننا. أمس عقدنا جلسة نقاشية عن 6 سنوات من تاريخ ألف، وتناقشنا كثيرا في اليومين في على مدى هذين اليومين، ونريد أن نضع في اعتبارنا ذلك الاهتمام الذي يجب أن نوليه إلى التراث المادي الثقافي المادي الملموس، وكذلك الأماكن التي ينبغي أن نوجه لها اهتمامنا، ولا بد لنا من أن نكافح ضد التغير المناخي، وشعارنا هو العمل ثم العمل ثم العمل. ولدينا الكثير من الأفكار، ومنها التعاون ثم التعاون ثم التعاون، وهو قريب من وكذلك التنسيق ثم التنسيق ثم التنسيق ثم المرونة ثم المرونة ثم المرونة، والاستعجال والشراكة والاستجابة. شكرا لكل تلك الرؤى الملهمة، وكان أمرا مهما لنا ومفيدا، سيكون مهما لنا ومفيدا في خلال السنوات التالية. إذن نحن تبادلنا الرؤى والأدلة الإرشادية بخصوص الأيام التالية، واستطعنا أن نصل إلى رؤية مشتركة في خلال السنوات التالية. وأود أن أشكر من حضر معنا ومن شاركوا معنا عبر الإنترنت. ونرحب بالمشاركين لدينا من لوكسمبورغ، ونحن نعلم أنك عملت في أفغانستان وفي فلسطين والأردن، ومقركم الأساسي في الأردن، فتفضل وانضم إلينا. والدكتور لويس موريال، السيد لويس نحن نعمل في أماكن قريبة من بعضها وعبر الإنترنت. سعادة أوريليان شيفرلي، المدير العام للشؤون الثقافية العامة والتنمية العالمية ومدير الشؤون الخارجية في فرنسا. Et
وأرحب بكم. وآخر من نود سوف نقابل عبر الفيديو. ليس لديكم أي عروض تقديمية، إذن أود أن أقدم لكم بعضا من هذه أطرح عليكم بعض الأسئلة. الجزء الأول من تلك من هذا النقاش، من تلك الجلسة النقاشية، تحدث عن التعاون والتشارك. قد ذكرنا عددا من التحديات، وتلك التحديات نبدأ بلويس. بدأت بحماية التراث الثقافي على مدى 5 سنوات، وأرجو أن تصوب لي إن كنت مخطئا. أنت محترف، لك مكانتك. ما هو المسألة الأساسية التي واجهتك، والتحدي الأساسي الذي واجهك وتود أن تحدثنا عنه، في واجب أن نوليه اهتماما في السنوات التالية؟ برأيي أن الموقف هو قد تغير بسبب ألف، لأن مؤسسة ألف إن لم تكن قد تأسست فتلك المشكلات ربما كانت تستمر، وتلك الصعوبات سوف نتحدث عن ذلك الأمر، سوف نتحدث عن ألف لاحقا. هذا المنتدى أعطانا الكثير من الرؤى، وشجعنا وأعطانا تقييما إيجابيا من كل المشاركين. إذا كنت أود أن أعطي تحليلا تشريحيا لمؤسسة ألف، لا أعطي وصفا شخصيا. نحن لدينا الكثير، نحن لا ربما لا ندرك أهمية ما نفعله وأهمية العمل الذي نؤديه. إذن نحن نعود مرة أخرى إلى السؤال فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي. اليوم حينما نتحدث عن الدول النامية، الأمر الأول هو التنمية. هذه مفارقة، ونحن نشاهد تلك العمليات المتسارعة التي نتحدث فيها عن البعد عن النواحي أو السمات المحلية للتكنولوجيا، أو وكذلك الأمر المتعلق بالمواقع الأثرية والمواقع التراثية. الأمر الأول هو الافتقار إلى القدرة على الموائمة على الأدوات التشريعية في الدول النامية، وتابعا لذلك الافتقار إلى وسائل التحكم الإداري، وهذا من ضمن المعوقات. وهذا بشكل واضح له من الأمور المرتبطة بذلك التغير المناخي والتغير البيئي، وثقل هذا التوصيف نربطه بتلك القضايا التي تحدثنا عنها أولا. وأظن أننا إذا ما كنا نريد أن نكون واضحين، لدينا كذلك المنظمات بين الحكومية التي تتحدث أو التي تتعامل مع مثل تلك المشاكل. أنا أعمل مع القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الحكومية. ما زلنا نتذكر عن الدور الأساسي الذي لعبته اليونسكو في الحفاظ على تلك الآثار في العالم. وأنا حينما كنت أثريا ناشئا كان لي دور في الحفاظ على آثار النوبة، وتلك الشخصيات التي تعمل في السكرتارية والدول الأعضاء كذلك، والنواحي أو الآثار السياسية التي تتعلق بتلك الأعمال التي تؤديها اليونسكو. فاليونسكو ربما تتطلب، أو منظمة الأمم المتحدة ربما تحتاج إلى أن نفكر في هذا الأمر بشكل على عدة مستويات، وخصوصا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. إذن هذه الأمور المعقدة بشكل عام تحتاج إلى تطوير في النظام. أظن أنني يجب أن أتوقف عند هذا الحد. إذن شوشة، لقد عملنا مع لويس في أفغانستان، وأيضا عملت في أفغانستان معك مع فولتريان تويا، وبالتالي ما نفعله هناك فالأمر يتعلق بالتراث غير
الغير الملموس. هل يمكن أن تظهري أهمية لماذا من أين تأتي أهمية التراث غير الملموس؟ أحب أن أشرح هذا. شكرا. نعم، نحن نحب التراث الملموس، ولكن أيضا نحب التراث غير الملموس. ما نعني بهذا بالطبع؟ نحن نتحدث عن الطعام والحرف والموسيقى، ونعم أعتقد يجب أن نقوم بفعل المزيد، وأود أن أرى هذا. ولذلك ما أحاول أن أجعل الأمور أكثر ملامسة أو أكثر مادية بالنسبة لنا. هناك مشاريع نقوم بها في أفغانستان في منطقة بوميان، المنطقة الجبلية، فهناك كارفانز أو هناك مباني في من القرن 17 ونقوم بإعادة ترميمها، ولكن المشكلة هنا في إعادة استخدامها وكيف نجعل هذه المباني قابلة للعيش فيها. لدينا مراكز خاصة بالحرف اليدوية، وكذلك على سبيل المثال مركز لإعداد السجاد. وإذا ما نجحنا في عمل هذا وهذا وهنا كيف سيبدو الأطراس الحية وأطراس الممس؟ ترى النساء يقومون بالنسج والحياكة، ولذلك فإن السلسلة الكاملة للتراث غير الملموس فيتم تلصيقها. لقد قمنا بعمل هذا، وهذا يتعلق بكل شيء ولا سيما بومبيون وجودة السجاد والأساليب صناعة السجاد. وهناك هذا الجزء المميز من العمل في أفغانستان، وكذلك أيضا كيفية تدخل هذا مع المعيز في أفغانستان والطقس وما إلى ذلك. وبالتالي هناك فرصة للتواصل مع الأشخاص على مستوى العالم ومن خلال استهلاك تلك المنتجات لكي يحدث الانتقال من جيل إلى جيل. فيجب الاقتصاد أن يعمل، يجب أن يكون وسيلة لكسب العيش والقوت اليوم من خلال تلك الصناعات. وبالنسبة لنا فهناك أشخاص في أبو ظبي حتى الآن وفي نيويورك يمكنهم أن يقومون بشراء السجاد الأفغاني، وهم يرون عملية تصنيع هذا السجاد. نعم، أنا مهتمة جدا بالتراث غير الملموس، وأعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للنساء، ولكن معظم هذه العادات والتقاليد أو الحرف تقوم السيدات بالقيام بها، وكذلك وأيضا عندما ننظر إلى هذا السجاد فهو يقوم بإدرار الأرباح. في بعض الأوقات نشعر عندما نقوم بتمويل مشروع للتراث غير الملموس، فنحن نقوم بتمويل الخبراء الدوليين وهذا رائع، ولكن كيف نصبح أكثر تطبيقا أو تنفيذا على أرض الواقع عندما يتعلق الأمر بالتراث غير الملموس؟ هذا مثير للاهتمام لأن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لنا. نعم، قليلا أعتقد أن التراث غير الملموس يتعلق بالتوثيق، وهذا حدث من قبل. الأمر يتعلق بالتراث الحي، وكل هذه الأشياء يتم تمريرها من جيل إلى جيل آخر. وأعتقد هنا يمكنك أن ترى أن تقوم بتمويل المشاريع التي تتعلق بخلق فرص اقتصادية وفرص عمل من خلال التراث غير الملموس. فالأمر لا يتعلق بالفرص الاقتصادية لكي يقومون بعمل هذا في عطلة نهاية الأسبوع، لا. إذن التوثيق وتطوير الأشياء التي يمكن فعلا أن تقوم من خلالها عمل مبيعات، وكذلك فإن معظم هذا الأمر يتعلق بالعمل مع أفراد المجتمع. وهناك أيضا أشياء تتعلق بسلاسل الإمداد حتى نتأكد أن الصبغات الطبيعية على سبيل المثال وغلية هذه الصبغات ودرجة الحرارة المستخدمة، ونحن نستخدم الصبغات القديمة ولكن نستخدم الألوان الصناعية الآن.
وكل الأشياء التي تمر بسلسلة الإمداد أو دورة الإنتاج كلها. نعم، لعل بالنسبة للجميع نادية أو أي شخص آخر أن تقول بعض الكلمات. بالنسبة لك، ما هي أكبر التحديات التي نواجه؟ أعرف أن نادية تريد أن تقوم بإضافة أحد الأشياء. ما الذي تراه؟ أو ليو، ما الذي يمكن أن تراه؟ ليو، تفضل. مساء الخير لكم جميعا، ونشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لي للمشاركة في هذا المنتدى، وشكرا فاليري لإعطائي الفرصة لمشاهدة هذه البرامج الرائعة. وأود أن أشكر جميع من شاركوا في نظموا هذا المنتدى، وأشكر جميع المنظمين كذلك والمجموعة المشاركين الذين عملوا في هذا على عمل هذا نجاح هذا المنتدى، وتحت رئاسة توم قبلان. وذلك أود أن أقدم تحياتي لكل من بذل جهدا في إنجاح هذا المنتدى، ونود أن يكون لدينا رؤية للسنوات التالية. وقد عملنا جهودا كبيرة في النواحي الثقافية، وأعرف أن العمل على الحفاظ على الآثار وترميم الآثار هو أمر مهم، ولدينا الكثير من الأفكار التي ذكرت عن هذا الأمر، وما زال لدينا العديد من الأعمال أو المناطق التي تتعرض للمخاطر وتتعرض ونحاول أن نتغلب على تلك المشكلات التي يهدها العنف والحرب، وننظر إلى تلك المشكلات وننظر إلى المشكلات أو الأزمات الطبيعية. لدينا الحروب وتلك الجهود التي تبذلها كذلك الميديا وغيرها من المؤسسات التي تسهل لنا أو تمدنا بأنواع من الإمداد الذي يساعدنا في أداء عملنا. ولدينا كذلك الأفكار وهذه البيئة التي نعمل فيها والمشكلات أو الأزمات البيئية التي تواجهنا، ولدينا مشهد معقد من الأزمات والصراعات، وألف كان لها دورها الرائد في تلك المناهج التي استعملتها والتي اتبعتها في الاستجابة السريعة وضمان مشاركة الجميع في الحفاظ على تلك الأثار والتراث البيئي والتراث الأثري، وكذلك كل تلك العناصر عناصر الاستجابة والتحليل اللازم لهذه الجهود. شكرا جزيلا لدعوتي لهذا المنتدى، فهو بيت جديد وأنا الآن بين أسرتي وأفراد أسرتي، وهذا هو الشعور الذي أشعر به الآن. وأود أن أعبر عن شكري وامتناني لدعوتي إلى هذا المنتدى. شكرا جزيلا للجهات المنظمة، لفاليري، لفريقك وللمنظمين الذين استضافونا بأفضل الطرق الممكنة. وفيما يتعلق بحماية الآثار، لدينا تلك الآثار التي استطعنا أن تلك الجهود التي استطعنا أن نبذلها في أماكن الصراع وأماكن النزاع. حاولنا أن نقدم تقييما لكل موقف على حدة، واليونسكو كانت لها جهود سياسية في موقف سياسي معقد أكثر وأكثر، واستطاعت أن تتعامل مع هذا المنهج وفقا لطريقة فريدة، واستطاعت أن تتدخل في قضايا كثيرة في حالات كثيرة واستجابت سريعا. وهذا كله كان في وسط كل ما يواجهنا من مشكلات، استطعنا أن نتأكد وأن نقدم هذا التدخل وفقا لعمل محدد، ونود أن نفكر في تلك القضايا.
القضايا القديمة، وهذه الجهود التي نتحدث فيها عن الاحتياجات التي نقدمها، ونريد أن ننظر فيها إلى هذه الجهود كذلك. ومؤسسة ألف هي مؤسسة إنسانية، مؤسسة إنسانية، نريد أن نجعل ذلك في ذهننا. وتلك التطويرات وهذه الجهود، نريد أن نجعل هذه الجهود في لب رسالتنا والتراث الثقافي والخلقي الذي لدينا. لا نستطيع أن نهتم بذلك الأمر دون الاهتمام بالتراث الثقافي غير الملموس، وقد نكون عرضة لفقدان تراثنا المادي كذلك. حينما تحدثت إلى تقوية إلى جعل الأدوات التي نستخدمها أدوات إلزامية، رأينا أن مؤسسة ألف تعد من المؤسسات الرائدة في تقديم المساعدة العاجلة والفاعلة، وقد أدت دورا كبيرا، استطاعت أن تقدم هذا العمل بشكل ملزم وبشكل مفيد وبشكل كان له أثره القوي. وأظن أن هذا أمرا مهما جدا، حينما ذكرنا أن اليونسكو التي عقدتها الجلسة السابقة في الموصل، وهذا كان نتيجة لتدخل منظمة اليونسكو في لاستنقاء الآثار التي في الموصل، وهذا أحد الإسهامات التي ساهم بها اليونسكو في إنقاذ آثار الموصل. كذلك السؤال الآن إلى نادية، هل تستطيعين أن تتحدثي عن هذه القضايا؟ نتحدثنا عن مسألة التراث، ما هي الدوافع التي لدى لوكسمبورغ لكي ما هي المحفزات التي تحفز لوكسمبورغ على أن تعمل هذه على أن تبذل هذه الجهود، وما هي الجهود التي تريناها في المستقبل من هنا؟ قبل أن أقول أي شيء، أود أن أعبر عن تقديري واحترامي لزميلاتي، كما سبق وذكرنا، فللسيدات كان لهن دورا كبيرا في نقل العادات والتقاليد بين الأجيال المختلفة، وهذا هو الأمر الذي يجب علينا أن نوجه الشكر لجهودهم. ولماذا لوكسمبورغ قد طلبت من اليونسكو أن تطلب من اليونسكو؟ السبب في ذلك أن اليونسكو منظمة كبيرة ولها وجهتها ولها مكانتها العالمية، ولكن مؤسسة ألف ما زالت مؤسسة ناشئة صغيرة في بداياتها مقارنة باليونسكو، وهذا يساعد المؤسسات الأخرى على تحفيزها وعلى أن يكون لديها مشاريعها التي تستطيع أن تساعد أو بها وتساهم بها مع جهود اليونسكو. ونحن فخورون بهذه الجهود كلها دائما وجميعا، وهذا يشجعنا على أن نضع جهودنا معنا وقواتنا وقوانا وقدراتنا، نضعها جميعا معنا ونتآزر حينما نفكر أو نتحدث عن لبنان وما يجب أن نفعل فيها، وكذلك الزلزال وأوكرانيا. وجدنا أن ألف قد تحركت حركة سريعة، وهذا هو السبب الذي يؤكد على أن هذا المنهج لابد أن نؤكد عليه وأن نطوره أكثر وأكثر، وأن نجعل جهودنا أكثر دعما وأكثر وأن نقدم الدعم اللازم بشكل أكثر لمؤسسة ألف، وهذا يجعلنا أو يفتح أمامنا مدة أو يفتح أمامنا
حقبة جديدة من التعامل بين المؤسسات والمنظمات الشبيهة بمؤسسة أليف وغيرها لكي نحقق أفضل النتائج في المستقبل على نحو ما تناقشنا اليوم. وقد تناقشنا في الكثير من الاختصاصات والكثير من المجالات على مدى هذين اليومين، والآن ما زلنا نفكر في كثير من الأمور، وما زلنا ما زالت تلك النقاشات التي أجريناها على مدى اليومين الماضيين اليوم وأمس، فما زال لدينا الكثير من الأمور التي نرى أن مؤسسة ألف قد ساهمت في نشرها وساهمت في تدعيمها. ونشجع كذلك على هذه الصورة من التعاون التي بيننا وبين ألف وبين لوكسمبورغ واليونسكو، ولدينا الكثير من الأدوات التي نحاول أن نجعلها جهودا إلزامية تساهم في تحقيق تلك الجهود التي نسعى إليها. وهذا النوع من التعاون والتآزر بيننا وبين المؤسسات المختلفة، بين ألف واليونسكو، وكذلك بين ألف والمؤسسات الأخرى التي تساهم في هذه الجهود حول العالم. ونحتاج كذلك إلى أن ننظم هذا التنسيق من الجهود التي نبذلها جميعا، وجهودنا حينما لكي نكون قادرين على تقديم هذه الاستجابة السريعة. وأستطيع أن أذكر الجمهور بما سبق وتناقشنا فيه على مدى هذين اليومين لكي نشجع هؤلاء الناس على والشركاء والقوى الفاعلة، ونشجعهم على أن يبذلوا مزيدا من الجهود، أن يستثمروا في قواهم وأن يستثمروا في الاحتواء والاستدامة، وهذا كله يساعد على دعم هذا المفهوم الإنساني الشامل الذي نحتاج على أن نعمل عليه. لا ينبغي أن نحصر أنظارنا في المجال المحلي، ولكن لابد أن نتأكد من أن لدينا خبراءنا يتلقون تدريبا دائما، لأن خبراءنا لا نستطيع أن نحصر عليهم بين عشية وضحاها، ولكن نحتاج أن نعمل عملا دؤوبا لتطويرهم وتكوينهم وإعطائهم خبرات منذ سنوات مبكرة من حياتهم. ونحتاج أن نجعل هؤلاء جميعا على نحو ما يتربى أو على نحو ما يتكون المعلمون الذين يعملون في المدارس. نريد أن نتعاون كذلك مع الناس كلهم الذين يعيشون في تلك المجتمعات لكي يتعاون جميع الناس، ويكون لديهم الحافز الذي يحفزهم على أن يتعاونوا في وقت الحاجة وفي وقت الطوارئ عند الشدة. وهذا نحن كذلك نريد أن نقدم لهم الخبرات الفنية التي يحتاجون إليها، و التعاون بينهم والاهتمام بالنواحي الثقافة وغرس الثقافة التي تهتم بتلك القطاعات وبتلك المجالات فيما بينهم. فهذه كلها مواريث ثقافية نحتاج إلى أن نعتني بها وأن نهتم بها، وكذلك النواحي السياسية في لوكسمبورغ. لدينا بعض النساء اللائي يعملن أو اللائي يشغلن بعض المناصب السياسية المهمة التي تقدم الدعم في هذا الاختصاص، ونحتاج كذلك أن نقدم أو أن نسند مزيدا من المهام إلى بعض من المسؤولات السيدات التي يعملن في هذا الاختصاص، ولا ينبغي أن نحد من قدراتنا وأن نحصر أنفسنا في قضايا الصراع والنزاع، ولكن يجب أن نكون متنوعين وأن يكون لدينا المقام أو المجال أوسع كما يحدث في حالات الكوارث الطبيعية، وأن نقدم الاستجابة السريعة. هذا موجز، هذه فكرة موجزة قدمتها، وإذا كنتم تريدون مزيدا من التفاصيل أو مزيدا من الأفكار تفضلوا واطرحوا ما تريدون من أسئلة ومناقشات. وشكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم. اسمح لي سعادتك، يمكننا أن نقوم بتسليم كافة هذه الأفكار إلى المجلس. أوريال شوفريه، يمكنكم أن تقومي
تذكر مبادرة فرنسا ومبادرة ألف التي تم دعمها من قبل الجهات الفرنسية، وأن علاقة فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة هي علاقة مميزة. إن الشراكة مع ألف، لماذا هذه الشراكة مع ألف؟ وكذلك أيضا هذه الشراكة فهي تهدف إلى دعم ما قمنا بإنجازه حتى الآن. هل هناك أي أفكار حول مشاركة الصليب الأحمر؟ شكرا فاليري. وأعتقد أن الجهات الفرنسية منذ 6 سنوات فقد فهموا الوضع، ومثلهم مثل الحكومات الأخرى والمؤسسات الأخرى والمنظمات الأخرى، فإن تراثنا معرض للخطر وهناك تحديات بشكل مستمر. وأعتقد هناك انسجام بشكل مميز بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الأخرى مثل اليونسكو وكافة الأطراف المعنية التي تعمل في هذا القطاع. هناك حاجة إلى أدوات جديدة والوصول إلى أدوات جديدة، وهذا هو ومن هنا جاء دور ألف. وأعتقد أننا يمكن أن نقول أن في هذه الأيام فإن ألف قد أثبتت الكفاءة في عملها، ولقد أسست لنفسها بصمة فريدة من نوعها التي أصبحت قدوة ومثال للمبادرات الأخرى، لأنها تعمل بروح الجماعة وروح الفريق، وهذا الأمر قوي منذ البداية، وكذلك هذا الأمر يتسم بالمرونة والسرعة في الاستجابة. ولكل هذه الأسباب فإن فرنسا ورئيس الجمهورية واشتراكه الشخصي لمانويل ماكرون، وكذلك أيضا نحن قررنا أن نقوم بالعمل مع ألف والاستمرار مع طوال الطريق. وفكرة تأسيس منظمة دولية الهلال الأحمر للتراث، وهذه سؤال من الصعب أن نقوم بالإجابة عليه. لا أعتقد أن نقوم باتخاذ قرار أو نقول هل نفعل هذا أو لا نفعله، لا نستطيع أن نقول هذا أو ذاك، ولكن يمكن أن علينا أن نقوم بالحفاظ على التراث بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الجنسية، لأن التراث هو من أجل الجميع. وحول هذه المواقع التراثية أو الآثار هناك تاريخ مشترك وعوامل وعناصر مشتركة، وبالتالي نحن نقوم بمشاركة الجميع في تلك الآثار، ولكن في الوقت عينه علينا أن نفترض حقيقة أننا نقوم بتسييس التراث، ولكن يجب أن يكون الجميع مشمولا. وفيما يتعلق بالجانب العرقي ونقوم بمشاركة القيم وقيم المسؤولية، وأعتقد أن هذا وأن ننأى بعيدا أو نترك جانبا الأمور السياسية، وعلينا أن نصل إلى الحلول الدبلوماسية بشأن هذا الأمر، ويجب أن يتم استخدام هذه الحلول الدبلوماسية كأدوات للحفاظ على السلام. شكرا أوراليا.
وأن ألف سوف تظل تقدم يد المساعدة لنا. السؤال لك ولشوشانا ولويس. كيف نستطيع؟ ما الذي يمكن أن نفعله حتى نقوم بإدخال وشمول التصدي للتغير المناخي داخل الجدال والنقاش في قمة المناخ رقم 28 القادمة؟ وكيف نقوم بإدخال وشمول حماية التراث ومواقع التراثية وإدخال هذا الموضوع في المساعدات التنموية؟ لأنه في بعض الأوقات عندما نطلب من المؤسسات أن تقوم بتقديم المساعدات الخاصة بالتنمية يقولون نأسف أن هذا ليس من ضمن عملنا. عندما يتعلق الأمر بالمواقع التراثية أو الآثار ويقول أن هذا ليس من ضمن نطاق عملنا، ما الذي يمكن أن نفعله حتى نقوم بوضع الثقافة وحماية المواقع الثقافية أو التراث الثقافي، نقوم بإدخاله في القطاعات المختلفة مثل المساعدات الخاصة بالتنمية والتصدي للتغير المناخي؟ أرى أنك متحمسة للإجابة. أريد أن أتحدث عن التنمية هنا. ألف تعمل على الحفاظ على المواقع التراثية والثقافية أثناء الصراعات، ولكن أنا أقضي وقتا طويلا وأتحدث إلى الحكومة الأمريكية والجهات الدولية وأقول لهم ما هي أهمية المواقع التراثية والتراث الثقافي. وهنا ها هي إجابتي، أن التراث الثقافي فهو مختلف عن عناصر التنمية الأخرى، ولا يقوم شخص بدعمه بسبب هذا الفرق. إن التنمية تتعامل مع المشكلات، على سبيل المثال فإن معدلات الفقر المدقع ونستثمر هناك، أو مشكلة التعليم أو كيفية معاملة النساء في مجتمعات معينة. أما التراث الثقافي فهو العكس، فأنت لديك هذا الأصل أو هذه الممتلكات الكبيرة وهي لها قيمة كبيرة لمجتمعك وناسك وسكانك، لذلك هذين الشيئين مختلفين تماما. ولكن طريقة العمل هنا، نقطة البداية هو التراث الثقافي، لأن هذا له علاقة إيجابية مع الأشخاص من حوله، وأنت تقوم ببناء كل شيء من حوله. وإذا نظرت إلى أفغانستان، ونحن كنا نعمل مع أطول مدة عملنا مع فكنا في أفغانستان، فنحن نقوم بإدارة معهد للحرف التقليدية، وأيضا لدينا مدرسة ابتدائية وعيادة، وقمنا ببناء البنية التحتية ومنشآت الكهرباء والمياه والتحلية، وهناك محصلات تأتي من هذه المشاريع مثل خلق الوظائف وزيارات للعيادات، وهذا ما تعطيه أو وهذا هو مصدر المساعدات التنمية التي يتم تقديمها لتلك البلدان. وكذلك أيضا هناك مركز للعيادات في كابول، ولكن أنا أعمل في هذا المجتمع منذ 17 عاما. يمكنك أن تقوم ببناء أشياء حول تلك المواقع التراثية. هل هناك تعليقات أخرى؟ نادية تفضلي. لا أستطيع أن أوافق أكثر من هذا، أتفق تماما. نحن الآن لدينا لا توجد تنمية اقتصادية بدون الأشخاص، ونحن نقوم بتوصيل التراث الثقافي بطريقة أننا يمكن أن نقوم باستخدام العمل التعليم
ولكي ونقوم بإدراجها ضمن أهداف التعليم، لأن التعليم نستطيع أن نفصله عن التراث الثقافي، وعلينا أن نعمل على طريقة عرضنا للأشياء وكيف نقوم بعرض الأشياء بالطبع الثقافة، فهي مهمة وعلينا أن نقوم بدعمها. وهذا الأسلوب قد يمكننا من أن نحصل على نتائج إيجابية، لأن الاقتصاد المحلي يعتمد على تلك المواقع التراثية، لأن وأيضا هذا يدعم الأهداف، أهداف اليونسكو مثل التعليم. وأما بالنسبة للتغير المناخي، علينا أن نفكر قليلا في المشاعر. بالطبع فإن التغير المناخي يؤثر على بلادنا، ولكن أيضا المواقع التراثية ومواقع الآثار وكل المؤتمرات الخاصة بقمة المناخ، فإن التغير المناخي يؤثر على الجميع، وأعتقد أن هذه حجة جيدة للعمل عليها حتى نقوم بنشر والترويج للطاقة الخضراء وأيضا البعد عن المصادر التي تلحق الضرر بالمواقع التراثية. وبالتالي يمكن أن ننتفع من هذه الأفكار في مؤتمر المناخ. نعم بالطبع نحن نفعل هذا بشكل جزئي، ولكن أعتقد أن علينا نعمل أكثر معا، والمجموعات التي تعمل على حماية التراث حتى نقوم بجمع التبرعات ونقوم بالمشاركة من خلال أثناء مشاركتي في قمة المناخ. هل لديك بعض الأفكار للمستقبل؟ تفضل يا لويس. أول شيء يجب أن نكون على وعي بأننا قمنا بخلق أدوات فعالة، وكان هناك رؤية لتأسيس شراكات محلية، وهذا يخلق كثير من الفرص للحصول على الدعم من قطاع في كثير من القطاعات. أيضا لديك قمنا ب دعني هنا أن أنك أول شيء أنك تقوم بوضع طريقة، على سبيل المثال Grand Making Foundation، فهذه المؤسسة فهي لا تستطيع أن تفعل أي شيء. يمكنك أن تحصل على هبات أو تحصل على مساعدات، وأنت تقوم بعمل مناقشات على سبيل المثال، وتقوم بتحضير المشاريع وتقوم بإعطاء الضمانات. إذن عليك هنا في خلال 6 سنوات تصل هذه النقطة، وأن لديك طريقة لإدارة الأمور. أنت عليك أن تسأل عن المستقبل، تسأل نفسك. إذا كنت تريد أن تواصل في هذا الطريق، قد توجد لديك في بعض الحالات الخاصة تحاول أن تؤسس جهة أو هيئة تشغيلية. الأمر الثاني، نحن نتحدث عن الفرص المتاحة لك، نود أن نتحدث عن قناعاتي بشأن هذا الأمر. كيف تبدأ هذا النظام من التمويل؟ نحن نتحدث عن الحيادية التي تأتي من باريس، نتحدث عن التمويل. بالنسبة للشيء الأول هو الأهم، هو أن الكثير من تلك الجهات الممولة هي الدول، لأن هذه المشاريع تحتاج إلى مال كثير، ونحن نحتاج أن نتصرف في مناطق النزاع وفي مناطق الصراع. هذا قد تحتاج لدينا 100 مليون، ولكن في صباحة هذا اليوم ربما نحتاج إلى 100
كيلومتر مسافة تزيد إلى تزيد مساحته على 100 كيلومتر. إذا هذه المؤسسات الدولية قد تعطيك 500 مليون وتكون لديها السلطة وسيطرة على ألف وعلى إمكانياتها. إذا يجب أن تكون أن تلتزم ب أو أن يكون لديك تمويل عام. والأمر الآخر، هنا تريد أن تشارك في ألف، ما هي الأسباب التي تجعلك تشارك فيها؟ لدينا أسباب كثيرة. أولا، نحتاج هذه الطريقة في بعض المراحل أو بعض الدول ربما تشارك في مشاريع، لأن بعض الدول وبعض السياسات لا تسمح لها وقد لا يكون لها أمامها فرصة لأن تشارك في هذا الأمر، وبالتالي تكون ألف وسيلة من وسائل المساعدة، ويكون ذلك عبر المشاركة الثنائية التي تكون بين المشاركين. وربما تحدث بعض من المشاكل أو بعض من مظاهر الفساد في بعض الحالات، وبالتالي ألف قد يكون لدى ألف بعض من الإنفاق الذين يدفعون بسخاء، وقد تكون مؤسسة حيادية تعمل في مناطق الصراع، وقد يكون لديهم الكثير من الخلافات الجيوسياسية. وكذلك أود أن أتحدث كذلك عن كيف أن القطاع الخاص قد يكون له دوره في تقديم الدعم المالي لمؤسسة ألف. أود أن أتحدث على هذا الأمر على نطاق أكبر وعلى نطاق أوسع. نود أن نتيح المجال للقطاع الخاص لأن يقدم بعضا من تلك من الدعم لتلك المؤسسات. ربما تحتاج إلى أن تفكر بشكل جاد، وتلك الدول الأعضاء ربما تحتاج إلى أن يكون لديها الجهود الضخمة والواسعة في تلك الحالات في حينما نسعى لتقديم هذا الدعم المالي. ولكن كيف نجعل أشخاصا كثيرين أو مزيدا من الأشخاص يهتمون بالبرامج التي تقدمونها وبالرسالة تقدمونها كما حدث الأمر في سوريا وفي تركيا؟ لابد أن تكون لديكم هيئات حوكمة لكي تتحدث عن الرسالة التي تؤدونها. لدينا رسالة نسعى بها إلى تخفيف أثار تلك الكارثة، ولكن يوجد عدد آخر من الأشياء. إذا ما سألتموني أمس، كل الناس هنا أمس تحدثوا عن المواطن، عن الأنشطة المحلية و مشاركة المجتمع المحلي في كل ما نعمل فيه. كيف نمنع النزاعات؟ كيف نمنع وقوع الصراعات؟ يجب أن نتصرف بسرعة. لابد أن ندرب الناس، والناس متدربون عن الصراعات في كل دولة من الدول. إذا كل شخص من الذين يعملون في ألف لابد أن يكون لديهم التدريب ولديهم العمل الذي يؤدونه، سواء كان ذلك في. ولكن بشكل أخير نود أن نفكر تفكيرا جادا عن دور مؤسسة ألف بصفتها مؤسسة تعمل على التواصل بين الفرص أو بين الجهات المختلفة. كيف نطور ونحسن من تلك الأثار وتلك المواقع الأثرية، وننظر إلى ألف على أنها مجمع للأفكار، ولا نريد أن نعيد اختراع الآلة. تحدثنا عن هذا الأمر في مرات عديدة، و ما زلنا نتحدث عن هذا الأمر على مدى سنوات وسنوات. وكما سبق وذكرنا من قبل، نحن لا نريد أن نتحدث عن تلك الأشياء. الجيش استطاع أن يخترع أشياء كثيرة. نحن نريد أن نجمع العقول التي تخاطب تلك المشاكل، التي تتغلب على تلك المشاكل وأن تقدم حلولا لها. وهذا بالطبع أنا لا أوافق أو قد أختلف، واسمحوا لي أن أختلف مع فكرة الحياد. إذا أرادت ألف أن تكون
فاعلة. لا أريد أن أتصرف بطريقة دبلوماسية، لا ينبغي أن نتصرف بشكل محايد، لكن يبدو أن لكن يجب أن نبدو في مظهر محايد. نشكركم شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أود أن أتحدث عن مسألة الحياد، وأنا سعيدة جدا بالحديث عن هذا النقاش، ونريد أن نتحدث عن هذا الأمر بشكل عملي. اشتغلت في دولتين، في ميانمار وفي أفغانستان. كلتا هاتين الدولتين فيها حكومات لديها مشاكل في علاقتها مع العالم، وكان معي ما يزيد على 400 موظف يعملون في ميانمار وأفغانستان والسعودية والأردن. إذن هذه الدول كلها كنا نعمل معها. إذا ما تحدثت عن طالبان فأظن أن هم قد يكونوا من السهل أن نعمل معهم، أو ربما لا يقدرون ما نعمل، لا يقدرون ما نعمله معهم. فأتحدث عن ميانمار. إذن حينما أتحدث عن تلك المؤسسات، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن تلك الدول، نحن لا نستطيع أن ندين. هذا قد يتسبب في بعض من الخطر للموظفين الذين يعملون من منظمتها في هذه الدول. فنحن لا نريد أن نعمل، لا نريد أن نجري تعليقات أو نجري أو ندلي بتصريحات عن بعض الدول. ندين أشياء، نشجع أشياء. هذا الأمر ربما يكون له دوره الكبير في تحديد بعض المواقع. هذا الأمر قد يكون ممكنا وسهلا. إذن نود أن نسأل من توتال إنرجي عبر الفيديو، ما هي تلك المؤسسات؟ ما هي التوقعات التي تتوقعونها من مؤسسة ألف؟ تفضل. السادة أصحاب المعالي، السيدات والسادة، أود أن أعتذر في المقام الأول عن أنني لم أستطع أن أكون حاضرا معكم، ولكن يسرني أن أخاطبكم الآن في مؤسسة ألف المرة الأولى. وأود كذلك أن أساهم مع أن أقدم تعازية للمصابين وأهاليهم الذين أصيبوا وتضرروا من الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، وأن نقدم لهم الدعم والمساندة لكل من تضرر من هذه الأضرار. إذا نحن في توتال إنرجي نريد أن نقدم ونرى أن العمل الذي تقدمه مؤسسة ألف هو عمل مهم، وهذه الشراكة مهمة، ونتلاقى فيها نتلاقى معها في الأهداف، ونتلاقى معها في الجهود. وهذه المؤسسة قد استطاعت أن تعمل في الحفاظ على التراث الثقافي على مدى سنوات عديدة في فرنسا. فهذه الشراكة مع ألف شاهدت كثيرا من الجهود، وخصوصا تلك الأشياء التي أثرت، التي كان لها أثر في تخفيف النزاعات على المستوى المحلي فيما يتعلق بال. استطعنا أن نحدد أو أن نضيف بعضا من استطعنا أن نضيف معنى للعمل الذي نقدمه بيننا وبين شركة ألف، وهذا يضيف عملا أو بعدا عالميا لما تقدمه شركة ألف أو مؤسسة ألف والشراكة مع توتال إنرجي. إن التراث فهو شاهد على تاريخ تلك المناطق وسمتها، وأخيرا فإن الالتقاء فهو يكمن في المجتمعات المحلية والشباب
فإن مؤسسة توتال إنرجيز قد أخذت على نفسها عهدا، نحن مقتنعين أن التراث مصدر للفخر وكذلك أيضا فهو دعم للشباب. إن ألف قد أثبتت أن من خلال المشاريع التي تقوم بتمويلها فهي قد ضمنت مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية، وكذلك هي تقوم بإطلاق كافة المبادرات وإطلاق الحوار. ومع هذه التعهدات والالتزامات فإن مؤسسة توتال إنرجيز فهي فخورة أن تقوم بدعم ألف من أجل أثر دائم في المناطق المتضررة. الآن السؤال هو كيف نقوم بزيادة سبل ألف في مناطق الصراعات، ولا سيما كيف يقومون بزيادة مشاركة الشركات الخاصة. إن ألف لديها أصول قوية التي قامت بتخصيصها للحصول على التمويل الخاص في مناطق الصراعات، وكذلك هذا يؤدي إلى الأثر المتضاعف. وكذلك أيضا فإن طريقة ألف فهي تركز على العمل وأيضا تحقيق المشاريع في خلال 5 سنوات فقط، فإن ألف قد أثبتت قدرتها للاستجابة بسرعة للأزمات والتراث العالمية الذي يواجه تلك الأزمات. وألف شعارها العمل والعمل والعمل، فهذا ليس عالم فارغ، ولكن أن ألف قد أطلقت مبادرة وأن التمويل فهو من أحد أولوياتها. وأيضا هذه المشاريع يتم إطلاقها مع الشركاء المحليين والمجتمعات. إن قدرة ألف على مشاركة المجتمعات المحلية في عملية إعادة التأهيل وهو أمر أساسي وإضافة أساسية، وكذلك أيضا مشاركة المجتمعات المحلية والسكان المحليين في عملية إعادة التأهيل فهو أمر أساسي أو عنصر أساسي للطريقة التي تنتهجها ألف. ألف تقوم بأداء مشاريعها بالتعاون مع الخبراء الدوليين وأيضا بالتعاون مع جهات التنفيذ المحلية لترميم المواقع التراثية، وكذلك فإن تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين فهذا مهم جدا وأمر أساسي. وأخيرا وليس أخيرا فإن ألف فهي تتمتع بهيكل منظمة دولية، وهي تقوم بعمل تحالف وتقوم بوضع نماذج للمؤسسة. إن ألف هي شكل التحالف بين الدول والشركاء من الجهات الخاصة، وكذلك أيضا الذين ينتجون رؤية واحدة. وكذلك أيضا قد اختارت أن نقوم بتوحيد المبادرات، وأيضا قد ركزت على نموذج التعاون والتنسيق والقيام بالعمل، وكذلك أيضا مشاركة السكان المحليين، فهذه طريقة جيدة للحفاظ على التقاليد والتراث. وأيضا هذا يعني أن هذا يقوم بحل المشكلات الخاصة بالسكان المحليين أثناء أوقات الصراعات، وكذلك أيضا المشاركة في التفاهم المشترك بين السكان والمجتمعات الذين قد تفترق في بعض الأوقات. إذن لا نستطيع أن نقوم بتحقيق السلام دون أن ندرك الماضي. المهمة التي تتولاها ألف فهي ضرورية لأنها تهدف إلى السلام، وأن وكل مشروع كله عبارة عن خلاص وحل للصراع، وكذلك أيضا استعادة للمجتمعات. إن توتال إنرجيز أو مؤسسة توتال إنرجيز فهي سعيدة أن تقوم
جنبا إلى جنب مع أو إلى جانب ألف، وتقوم بدعمها في كل مهمة، وتقوم بالالتحاق بهذا التحالف من أجل نشر السلام في العالم. وشكرا جزيلا. شكرا جاكمويل على مساعدتنا في إقناع المتبرعين الجدد المحتملين. نحن على وشك الانتهاء، وسوف أطلب منكم أن تعطينا بعض الكلمات التي تكون بمثابة دافع لنا في المستقبل. نادية، نبدأ بك. هل يمكن أن أتحدث لمدة 45 دقيقة؟ المرونة، هذا ما نحتاج إليه. ألف، لقد قلت اليونسكو أنه من المهم جدا نحافظ على هذه المرونة حتى نقوم بتعزيز عملنا ونقوم بالانتفاع بما لدينا والانتفاع بالإنسان الذي يقع في مركز مهمتنا. ثانيا، أولا المرونة، وإن استضافة مثل هذه المنتديات وتشكيل هذا الفريق فهذا مهم جدا بالنسبة لعملنا. شكرا. أعتقد شوشنا تفضلي، لدي 6 كلمات إن الأشياء الصغيرة تحدث فرقا كبيرا. كلمتان، كن لديك رؤية، أنت لديك رؤية. آخر كلمتين جوفيان، شكرا جزيلا. أعتقد لقد كنا علينا نحافظ على هذه المرونة، وأعتقد أن هذه هي الأشياء المهمة، وكذلك أن نقوم بخلق مجتمع متنوع فيما يتعلق بالشركاء في المستقبل، وكذلك أن نقوم بإحراز تقدما ونقوم بتعزيز أنفسنا. وأيضا أن يكون هناك تدريبا ولا سيما للنساء الشابات، وما قامت به ألف، أن لقد تحدث عن مبادرات ألف الخاصة بالنساء، وكذلك أيضا العملية الخاصة بوضع الرؤى. وإذا ما أرادت ألف أن تقوم بإدارة المشاريع وليست فقط ولا تقتصر فقط أن تكون مركز أبحاث، ونحن منفتحين لتلك الثورة، ولكن يجب أن تكون ألف مشغلا، والأهم من ذلك أن نحافظ على العمل الجماعي والعمل الروح الجماعة بين أفراد العمل. وشكرا، وأود أن أشكركم باسم الرئيس ونيابة الرئيس، شكرا جزيلا للجميع. شكرا على هذا النشاط وعلى هذه المودة التي سادت بيننا على مدى هذين اليومين، ونشكر المتحدثين ونشكركم على ما أسهمتم به من أفكار كثيرة. وأود الآن أن أفسح المجال لتوم كابلان رئيس مؤسستنا، فتفضل. شكرا جزيلا.